علشان هو أسرع وسيلة مواصلات موجودة في القاهرة، يعني هو زحمة بس ماشي، لا بيوقف في إشارة ولا في أي عطلة، فالزحمة بنستحملها شوية لأن الزحمة فوق وتحت. والله لأنه هو ده الوسيلة الوحيدة اللي موجودة، للأسف المفروض الدولة توفر وسائل مختلفة يعني عشان نقدر نركب، هو وسيلة غير أدمية بس إحنا مضطرين. المترو ده بقى أسهل مواصلة في القاهرة. فقط أنا عشان أركب الوقت مواصلة وأروح مصر القديمة هاخد 3 ساعات على الأرض، إنما دوت 10 دقايق، في 10 دقايق تلت ساعة أكون في البيت. يعني مش اللي هاخده في المترو في ربع ساعة هاخده بقى في ساعة. طبعا الناس كلها بتركبه عشان بس إن هو موفر، ودوك بس بتدفع جنيه بتوصل لأي مكان أنت عاوزاه. المترو بيوفر في الوقت وجميل بصراحة، وبيضيعش الوقت كمان، وكمان السكة بتاعته تبقى سالكة مش فيش محطات. بيوفر في الوقت، ممكن يوديني من محافظة لمحافظة في وقت قياسي جدا، دي حاجة كويسة. حتى لو هو زحمة بيوفر لي كتير جدا في الوقت والمجهود والفلوس. المترو بيبقى فيه سهولة شوية في الركوب، بيبقى فيه تنظيم في كل حاجة يعني في المترو.